السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما كده منورين قناتي. النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات الشاورما في العيش السوري زي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده. بصوا بصوا شكلها، يا رب تعجبكم. نتبل الشاورما بتاعتنا. انا بص معايا نص كيلو صدور فراخ غسلاه كويس جدا ومصفياه بالملح والدقيق ومقطعه شرايح كده، ومعايا التوابل بتاعتنا بقى اللي هنحطها على الشاورما. معايا ملح، معايا فلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وشطه، دي اختياري، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه خلاص. ومعلقتين كبار خل وعلبه زبادي. هبقى نجيب بوله فاضيه، هننزل بعلبة الزبادي وعليهم معلقتين الخل وننزل بقى بالتوابل بتاعتنا كلها، بصل البودر والثوم بودر والفلفل الأسمر والشطة والملح، نقلبهم كده. نقلب كده عشان الزبادي ايه يختلط مع التوابل. بعد كده بقى ننزل ايه بالشاورما بتاعتنا. مستحسن بقى لو انت سبتيها من بالليل للصبح تشرب من التتبيله وتبقى حلوه قوي. طبعا لو مش عندك وقت عادي بقى سيبيها ساعتين ثلاثة كده في التتبيلة، ما سيبها ساعتين وبعد كده نرجع نشتغل مع بعض تاني. بصوا انا نسيت احط زعتر، فاحط ايه معلقة كده برضو من على الوش. زعتر حلو قوي مع الفراخ والشاورما، بيديله ريحة حلوة قوي. هغطيه بقى واحطه في التلاجة ساعتين او ثلاثة وارجع اكمل معاكم. رجعت لكم تاني بعد ما الشاورما بتاعتنا اتبلت اهي، سبتها 3 ساعات. حضرت بقى الخضار بتاعنا، مقطعه بصل جوليان كده وفلفل وطماطم، وهنحط طاسه بقى على النار ونسخنها وهنقول لكم هنعمل ايه. حطيت طاسه على النار اهو، هحط عليها زيت، هسيبه يسخن. بعد كده ننزل بالشاورما بتاعتنا، لازم الزيت يبقى سخن. هنختبر بقى الزيت كده بتاعنا، ننزل عليه واحدة اللي قدام سخن كده، لأنها سخن كده ننزل بقية الكمية. ما نقلبهاش عشان ما تنزلش الميه بتاعتنا، نسيبها كده تاخد الصدمه بتاعتنا. بعد كده ايه نقلب. انت بقى لو عامله كميه كبيره ولقيتي الطاسه مش هتاخدهم كلهم، اعملي نص ونص، ما تخليهمش كلهم مع بعض. هنسيبها بقى تتحمر كده شوية وبعد كده نقلب. حمرت اهي، نقلبها، متاخدش كتير على النار كده. بقى هننزل بالخضار بتاعنا عليها. ريحتها تحفة. نجيب بقى الخضار وننزل بيه عليها.
ننزل بقى بالبصل الاول عشان نسيب الخضار يدبل، يعني هو تشويحه كده وخلاص عشان يبدا الخضار يحتفظ بقرمشته يبقى حلو معانا. ننزل بقى بالفلفل كمية الخضار بقى على حسب ما انت بتحبي، بتحبي كتير بتحبي قليل حطي زي ما انت بتحبي، بس انا عامة بحب الخضار كتير بيخلي الشاورما بتاعتنا حلوة وطعمها جميل كمان مفيد جدا. اخر حاجة بقى هننزل بيها الطماطم، مش هنسيبه يدبل هو يا دوبك تشويحتين كده وهنقفل عليه بعد ما نحط الطماطم. ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا، بس انا شايله القلب بتاعها مخليه الجلد اللي ورا بس عشان ما تنزلش ميه. اخر حاجه ننزل بيها كزبره، تديها ريحة حلوة قوي. ونقفل بقى النار على كده علشان ايه الخضار ما يتبلش مني. بصوا انا غرفت الشاورما بتاعتنا اهي، شكلها روعة بجد، ولا ريحتها مش قادرة اقول لكم. هنحضر بقى العيش السوري بتاعنا اللي هنحط فيه الشاورما بتاعتنا. انا محضرة معايا جبنة موتزاريلا اهي، معايا زيتون زي ما تحبي بقى، زيتون اسمر زيتون اخضر زي ما تحبي. حضر العيش بتاعنا بقى وحط فيه الشاورما. معايا العيش السوري اهو، ان شاء الله هعمله لكم في حلقه، هحط عليه الشاورما بتاعتنا. بقى زيتون جبنة نبدأ بقى ايه نلف السندوتش مع بعض. هعمل واحد تاني معاكم، ننزل بالشاورما كده. برضه نحط زيتون. تخلي السندوتشات حلوة، تدي طعم حلو قوي في السندوتشات الشاورما. انتي بقى حابة تحطي تومية من تحت حطي، انا بقى مش هحط، انا هخلي التومية من برة عشان ايه في بنت من بناتي ما بيحبوش التومية، فهحط ايه من برة واللي عايز يحط يحط. نتني السندوتش كده من الجنبين ونلف. خلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم تاني. بصوا انا خلصت لف السندوتشات اهو، هنحط بقى طاسه على النار جريلا اي حاجه اللي عندك حطيه، وندهنه سمنه وننزل عليه بالسندوتشات بتاعتنا. انا حطيت سمنه اهو، معلقه سمنه ندهن بيها الجريلا بتاعنا. تسخن بقى ونحط السندوتشات بتاعتنا. انت بقى مش عندك جريلا ممكن تنزلي في طاسه او ما تكونش بتلزق، او صينيه ما تكونش بتلزق تفيل، مفيش مشكلة يعني مش لازم نجريل. تسخن بقى ونحط السندوتشات. بصوا انا حطيت السندوتشات اهي، هياخد لون بس ونشيله على طول من على النار. بصوا احمر اهو، هقلب اللي بعده.
يدي اللون الذهبي ده، والقرمشه دي بتبقى حلوه قوي فيه. وخلاص ياخد الوش التاني ونقدمه على طول. سندوتشات الشاورما بتاعتنا خلصت اهي. بص شكلها عامل ازاي، بجد احلى من بره 100 مره. قدمتها مع التوميه طبعا، عملتها لكم قبل كده في حلقه. اللي ما شافش الفيديو وحابب يتفرج عليه يخش في القناه وهيلاقيه. هسيب لكم طريقه التوميه في صندوق الوصف ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك. يلا باي باي.